كابتن رياضي كبير، ويقال ان هو من اهم مدربي حراس المرمى في العالم، مش بس في مصر وفي المنطقه العربيه. الحقيقه انه كتير من المدربين اللي تعاملوا مع منتخبات كتيره وانديه كتيره حول العالم عارفين امكانيات هذا المدرب. له لقطات مهمه جدا ومشهوره جدا، فاكرين اللي كابتن الحضري اخده بالحضن بعد احد المباريات المهمه في كاس الامم الافريقيه، بعد مباراة مصر والمغرب اللي قابلينا فيها بلاء مش بس حسنا رائعا، اللي كان بيحضنه كابتن الحضري ده وبيشاور عليه يعني، وكأنه بينسب له الفضل، وكأنه بيقول انه الراجل ده واحد من اهم اسباب الانتصار والاداء المميز لعصام الحضري. هو ده كابتن احمد ناجي. كابتن احمد ناجي، كابتن احمد ناجي زي ما قلت كل اللي لهم في الكوره في مصر يعرفوا اهميته وقيمته بشكل يعني زي ما بيقولوا لا تخطئوا عين، انما مش ناس كتيره تعرف انه احمد ناجي ذلك المدرب الشديد، مش عايزه اقول القاسي، انما اللي تدريباته متعبه جدا لاي حارس مرمى بيتدرب معاه. وعامه معظم حراس المرمى لما بيبتدوا يتدربوا تحت ايده بيشتكوا منه وبيقولوا ان هو يعني ما بيرحمش. الكابتن ده عنده ألم وقريحه او موهبه كتابه في منتهى الرقه، جزء مهم من حياته ملوش علاقة بتدريبات حراس المرمى العنيفة القاسية، إنما له علاقة بالمعاني الحلوة والأغاني. هو شخص جزء كبير من حياته ومن اهتماماته لها علاقة بالحب والمعاني والوطن من خلال كلمات يا إما كتبها يا إما غناها. أنا مش هقدم مدرب حراس المرمى الكابتن الكبير أحمد ناجي، أنا أقدم الفنان الشاعر أحمد ناجي. اهلا بحضرتك، اتفضل. منورنا يا كابتن. ده انا منور وسعيد جدا بوجودي مع حضرتك. احنا اللي سعداء، وانا عارفه انك ما بتحبش تطلع في التلفزيون اصلا يعني من اساسه يعني، انما انا سعيده ان انت معانا، لانه اكتشاف موهبتك ده حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، مش موهبه رياضيه بس. هي حاجة قديمة قوي يعني، بس يمكن يعني حصل عليها ستريس في الفترة الأخيرة شوية. بعد ما كان في ديوان في أثناء الثورة، وبعد كده إن شاء الله في ديوان تحت الطبع تاني. طيب قبل ما أدخل في الشعر، ليه بيقولوا عليك عنيف وقاسي وما بترحمش أبدا في تدريباتك؟ لا، هو ده كلام مش صحيح يعني، لأنه إحنا بنشتغل صحيح. احنا بنشتغل بشكل علمي. لا صحيح. ايوه، ما انا هقول لا لا ده كابتن. طب انا هقول لكم على حاجه. لا، ما انت مش انت بتفرم حراس المرمى تيجي هنا تعمل قلبك رحيم. لا، كابتن الحضري اول ما دربه احمد ناجي راح اشتكى لاداره الاهلي وقال لهم انا مش عايز اتدرب مع الراجل ده. الكابتن صالح بالتحديد، الكابتن صالح سليم الله يرحمه. قال له ده راجل صعب قوي. بس دلوقتي ما بديله يوم اجازه بيروح يتمرن بره عشان خلاص. طب احكي لي عن الموقف بتاع كابتن الحضري ده، كان سنه كام تقريبا؟ كان سنه 2000 2001 موسم 2000 2001. فانا طبعا شايف حد موهوب جدا، ولكن عملت اختبارات قبليه، حاجه اسمها اختبارات قبليه عشان اعرف ابتدي منين، متوسطات وحاجات كده يعني، احصى التدريب. فيعني قررت ان انا هبدا معاه الموسم الاولاني بحيث ان اجهزته العضويه تستحمل الهارد ورك بعد كده. ويمكن كانت في مقوله بعد كده انه لو استحملت التدريب ده هتلعب لخمسين سنه. هو شبط في الموضوع ده دلوقتي. عايز يلعب لخمسين سنه. انت السبب، انت السبب. فبدأنا وانا كنت عارف ان الموسم ده هو هيتعب يعني، هو والحراس التانيين يعني، كان معاه حراس اخرين يعني، كان مصطفى كمال وكان امير عبد الحميد
وكان شريف إكرامي لسه يعني هيخش معاهم. بدأنا الشغل على أساس إن أنا عارف إن هو هيتعب يعني. فهو ما استحملش. أيوه اتخانق معاك ولا لا؟ لا هو مش اتخانق معايا، هو راح للكابتن صالح، والكابتن صالح الله يرحمه حكى لي الحوار يعني. فهو بيقول له كده بطريقة الحضر يعني. إيه يا كابتن صالح، أنا رجلي مليانة رملة ومش عارف أمشي و فكابتن صالح بعت لي، لا رجلي مليانه رمله وايه؟ حاسس ان رجلي فيها رمله كابتن ومش قادر اتحرك ومش عارف انام من التعب. بيقلد الحضر ها. ففعلا بدانا معاه، والسنه الاولانيه فعلا ما كانش يعني اي. انت اتعاملت معاه ازاي؟ ده واحد بيشتكيك لصالح سليم ومش عايز يتدرب معاك، اتعاملت مع الموقف ازاي؟ لا مش عايز يتدرب معايا، هو بيشتكي من الحمل يعني. من حمل التدريب. يعني عايز يعني اشتغل على هواه هو. فالحمد لله يعني عدت السنه دي، اتعود على الشغل الجامد يعني. وبعد كده بقيت اديله يوم اجازه يروح اهلي مدينه نصر يتمرن لوحده، عشان هو بقى مدمن مش قادر تدريب. بقى مدمن تدريب. مدمن تدريب. ليه بقى كابتن جوزيه ما كانش بينزل الملعب يدرب الا اذا كان احمد ناجي موجود؟ هي دي قصه طبعا يعني بتحصل لما يحصل في عشره. وانا اجازاتي انا كنت باخدها في البرتغال يعني بامر منه يعني، اخلص سنه المفروض اقعد مع عيلتي مع اهلي. لا معلش مش فاهمه يعني، انا خدنا اجازه اخر السنه فيديني اسبوع في مصر اروح اكمل اجازه في البرتغال. ليه؟ في بيته عشان نفضل قاعدين مع بعض يعني. انت بتروح للبرتغال؟ بروح له، اروح عنده هو بيت صيفي كده في حته اسمها الجرف زي شرم الشيخ كده وكده، ويقعد يدلعني بقى ويفسحني وياكلني وانام في العربيه طبعا. ايوه بس هو كان هو لا هو مره كنت معاه وراح اكلني سمك وخدني في العربيه عشان يفرجني على حته جميله جدا في الجرف دي. هو عمال يتكلم يتكلم، هو حتى قالها في في احد البرامج يعني، هو عمال يتكلم يتكلم لاني واكل سمك بقى، وعمال يقول لي الفيلا دي مش عارف ايه، وده مش عارف من سنه كام، وده وانا مش سامع ولا حاجه. حقك. نايم. حقك. حقك. طيب انا هرجع تاني للكوره، هرجع تاني للكوره، بس النهارده النهارده واحنا بنسجل الحلقه دي كابتن احمد ناجي نزل على صفحته كلام غنائي لامه. يعني امي ميته من فتره طويله يعني، انا راجل عجوز، انا عندي 59 سنه، فهي ميتة من فترة طويلة قوي. فبقول لها مش معرفش ليه في الوقت ده جت على بالي أمي بكلامها ليا وحاجات كده كانت تقولها أنسى همي. معرفش ليه في الوقت ده افتكرت كلامها ليا، قعدتها في ساعة رضا عمري ما حنسى القعدة دي. معرفش ليه في الوقت ده حاسس بغربة وبانكسار، مع إنها سايباني يمكن من 2000 نهار. الله يرحمها ويحسن إليها. طب شفت لك قصيدة دمها خفيف كده وريتها لي في الديوان بتاعك. خليك هادي. خليك هادي. أنت أصلا عصبي ولا؟ لا أنا عصبي جدا جدا. عصبي جدا. ما هو أنا بوصي الناس إن هم يبقوا هاديين يعني في القصيدة. يعني أنت عصبي وبتقول للناس خليكوا هاديين؟ قول خليك هادي، دنيا تجيلك من ناحية دي، لف وجيلها من ناحية دي، ولا تتعصب ولا تتنرفز، امسك نفسك وابقى حيادي. طبع إلها أو حللها هتشوف كل المسألة عادي، إذا كان جمعة حب هنادي. والله عادي، لازم تبقى لطيف مش سادي، وإياك تبقى يا صاحبي في وادي وكل الخلق التانية في وادي. والله عادي، وعشان تهدى روح النادي. أهو بالمرة تبص على دي ولا على دي، العب كورة أنت وشادي، ولا تتعصب ولا تتنرفز، امسك نفسك وابقى حيادي. طبع عيلها
او حللها هتشوف كل المساله عادي. واما هترسى يا صاحبي وتهدى ابقى ادعي لي عشان مشهدي. ايوه بشد في شعر يا صاحبي من اولادي. بتقول ايه؟ اروح النادي ابص على دي مبقاش سادي اديها زبادي. ماشي يا صاحبي يا ابن بلادي. انت عصبي قوي يا كابتن. ايه اكتر حاجه بتعصبك من ولادك؟ الدليفري. ليه؟ مش عارف انام الساعه 2 بالليل جرس دليفري، 3 بالليل جرس دليفري، وامهم عامله باميه وملوخيه وكل حاجه مظبطاهم. دي صورتك يا كابتن؟ دي صورتي. بس انا امي الله يرحمها قالت لي انت كل ما تكبر هتحلو. طمنتك يعني. طب الحمد لله. فبتلعب حارس مرمى من وانت صغير؟ المدرسه، حارس المدرسه. ومن وانا عندي 13 سنه وشويه كده رحت نادي غزل كفر الدوار. نادي غزل كفر الدوار ده نادي محترم جدا زي غزل المحله كده، وفي امكانيات وفي ملعب ما كانش موجود في القاهره. ملعبين ونادي عنده امكانيات يعني نادي شركه. وانا عندي 14 سنه كنت بلعب تحت 14 باخد جنيه في الاسبوع. تحت 16 باخد 2 جنيه في الاسبوع، وبلعب تحت 18 باخد 3 جنيه في الاسبوع، وبلعب تحت 21 بلعب الماتشات دي كلها. تحت 21 باخد 5 جنيه في الاسبوع، احسبي بقى كنت باخد فلوس اكتر من ابويا. وبلعب احتياطي في الفريق الاول. بقيت 16 سنه بقيت احتياطي في الفريق الاول. في موسم كانت اخر مباراه غزل كفر الدوار ودمنهور، و كان خلاص نتيجة المباراة مش لا هننزل ولا هنطلع. فالمدرب الله يرحمه الكابتن ميمي زكي لعبني المباراة وانا عندي 16 سنة، مباراة مع الفريق الأول. لعبت وكنت يعني أحسن مباراة يمكن في حياتي لحد ما بطلت يعني. هي المباراة دي أنا قاعد جنبي في الباص السرد باك بتاعي اسمه أحمد ناهض. فلقيته بيقول لي اوعى اشوف وشك في كفر الدوار تاني اوعى. انا لاعب كويس يعني بيعملني كده ليه؟ اوعى اشوف وشك هنا تاني، ما تخشخشش النادي ده تاني. الله. قلت له في ايه يا عم؟ في عقلي بالي يعني مش قادر اقول. ده راجل ابنه كان زميلي في المدرسه. قلت له يا كابتن، قال لي انت لازم تروح مصر لازم. قلت بس خلاص يعني. يعني الراجل قصده خير. بس فكان في اختبارات النادي الاهلي، امي الله يرحمها عرفت ان في 3 من كفر الدوار رايحين يختبروا في النادي الاهلي. بس فيهم حارس مرمى فمخبيين عليا. عشان انا حارس مرمى وفي حارس مرمى. قالت لي بص، قلت لها ياما يعني مش هينفع ابقى مكسوف. قالت لي روح هما هيركبوا في القطر، القطر القشاش ده اللي اي حد بيشاور له بيقف. زمان اركب انت في العربيه الاخرانيه وهم يركبوا زي ما يعني. عملت لي خريطه كده وجابت لي لبس جديد يليق بالنادي الاهلي يعني، وادتني فلوس وظبطتني يعني. هي اللي كانت مركزه معاك في موضوع امي. امي لا امي حاجه. امي وابويا انا بعتبرهم من عباقره الزمن. ابويا ليه حاجات يعني. ابويا ليه جمل كده انا يعني عايش عليها تقريبا يعني. ابويا كان يقول لي لو هتعمل حاجه نص نص ما تعملهاش. يعني ليه كلمات كده انا بعيش عليها يعني. فظبطتني. قالت لك الخطه انك هتروح تركب في عربيه ثانيه مش هيشوفوك. بالظبط. المهم اتقابلنا بقى في محطه مصر فخلاص يعني. رحنا ودخلنا النادي وقطعنا تذكره عشان الاختبارات. كان موجود الشيخ طه ربنا يديله الصحه. طه اسماعيل. والكابتن عوضين رحمه الله عليه. وكان الكابتن محمود الخطيب راجع من اصابه كان عامل غضروف في لندن. واللي بيرجع كان زمان يرجع يتاهل يعني يشتغل مع الناشئين عشان ما حدش يخش عليه عشان كده يعني. عشان يرجع بالتدريج يعني. فانا بلعب، انا لعيب درجه ثانيه يعني. مش خايف ولا اي حاجه، بلعب
دخلنا احنا الاربعه، كان في من ضمن الناس الثلاثه دول لعيب لعب بعد كده في اولمبي اسكندريه اسمه الحن، يعني معروف اسمه معروف يعني. فجابنا الشيخ طه وجابني لوحدي كده، قال لي طبعا انا مش ما بكذبش، مش هينفع اكذب. فقلت له اتفضل يا كابتن. قال لي انا هقول ان انت ليك قرايب هنا عشان كده هناخدك، دي كدبه بيضة يعني، عشان هو خلاص قرروا النادي الاهلي ياخدني وما ياخدش التانيين اللي هم كانوا جايين اساسا من ورايا، فاهم؟ هو عايز يعني يطلع لهم مبرر بحيث ان هم ما يكسفهمش او ما يجرحهمش او يعني فقال لي انا ما بكذبش. هو الشيخ طه عمره في حياته ما كذب يعني، ملتزم طبعا. فجابنا احنا الاربعه وقال لهم انتوا لعيبه كويسه جدا بس احنا هناخد احمد عشان هو مش عايز يجرحهم. هو بالظبط كده. فهناخد احمد عشان يعني ليه قرايب هنا. فالحن راح والله العظيم ما ليه قرايب، مين قال لك ان انا عارف عيلته. ومن ساعتها من سنه 78 وانا في النادي الاهلي لعيب ومدرب طيب انا عايز اسمع حاجه من ديوانك الجديد يا كابتن، وبعد كده نرجع تاني لتدريب حراس المرمى. انا هقول اسم الديوان اللي فاضل مني. اللي فاضل مني ايه غير شويه ذكريات. هو انا اتكلمت ليه والكلام زي السكات. اللي فاضل مني ايه هو فاضل وقت تاني، واللي كان مادد ايديه بالمحبه وبالامان ضاع في لحظه ومش لاقيه. اللي فاضل مني ايه كبر سني وحكاياتي، والبياض غلغل في شعري، والكلام اللي في شعري والمعاني في اغنياتي ده اللي بتعكز عليه. اللي فاضل مني ايه اللي فاضل مش كتير، والحياة زي المراكب يوم بترسى ويوم تسير، حد ماشي وحد راكب، قول لي ايه هبكي عليه، اللي فاضل مني ايه. بعد فاصل هنرجع مع كابتن احمد ناجي اشهر وافضل مدربي حراس المرمى في المنطقه كلها. ما حصلش حاجه، كسبنا لمتنا وعالم رجع مرفوع على بيتنا. ايه حكايتك مع كابتن محمود الخطيب يعني؟ الملخص المفيد. والجرح لو من الغريب اقدر عليه وازاويه. ده فيها كوسه كوسه كوسه, كوسة. يعني اللي حصل ده ما يركبش على فكره. طبعا لقيت واحد واقف متريليوس تابلا دوف ربابا. فاشل فشل ذريع. والله هم كلهم ماتوا، بس يعني انا بتكلم بصدق والله. ده احمد ناجي رفض ده. دلوقتي بعد السنين دي كلها ممكن تغني حاجه يا كابتن ولا لا؟ اقول له يا حضري ما يصدني. اذا كنت بايعني قولها وريحني، وبلاش تكذب عليا وتقول انا راجع.